بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. والآن مع دروس في فقه الصيام والقيام والاعتكاف، ومع شرح لكتاب الصيام من متن هداية الراغب لشرح عدة الطالب، يشرحه فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، مع الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وقائد الغر المحجلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: باب الاعتكاف. الاعتكاف مسنون كل وقت وفي رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. مناسبة ذكر باب الاعتكاف بعد الصيام، لأن الأفضل والأكثر أن الاعتكاف يكون في رمضان، وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم كل اعتكافه في رمضان، إلا في سنة واحدة لم يتمكن فقضاه في شوال. هذا وجه المناسبة، ولأن الغالب أن المعتكف يكون صائما. نعم. والاعتكاف هو المكث في المسجد لعبادة الله، هو المكث واللبث في المسجد لعبادة الله عز وجل. والاعتكاف عبادة، لأن الله جل وعلا قرنه مع الطواف والصلاة. قال جل وعلا: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال تعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فاعتكاف عبادة. كان المشركون يعتكفون عند أصنامهم تعظيما لها، والقبوريون الآن والعياذ بالله يعكفون عند القبور تقربا إلى الأموات. فالذي يعتكف تقربا إلى غير الله هذا يكون مشركا الشرك الأكبر. يا أن الاعتكاف عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. وفي رمضان آكد خصوصا عشره الأخير. أعد. قال رحمه الله: الاعتكاف مسنون كل وقت. الاعتكاف مسنون، يعني ليس واجبا، إنما هو مستحب، عبادة مستحبة، وذلك ليتفرغ المسلم لعبادة الله، لذكر الله عز وجل، وليس له وقت معين. طول السنة يمكن للمسلم أن يعتكف في أي وقت، إلا أنه في رمضان أفضل. نعم. قال رحمه الله: الاعتكاف مسنون كل وقت وفي رمضان آكد خصوصا عشره الأخير. وفي رمضان آكد استحبابا، وخصوصا في عشره الأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان،
تحريا لليلة القدر. نعم. ويصح بلا صوم، لا بلا نية، ويلزم بنذر. يصح الاعتكاف ليلا بدون صيام، يصح بدون صيام، إن كان معه صيام فهو أفضل، وإلا يجوز الاعتكاف ولو لم يكن صائما، لأن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام إن فتح الله مكة على رسوله صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوفي بنذرك، دل على أن الاعتكاف لا يشترط له الصيام، يجوز الاعتكاف ليلا ونهارا. نعم. وأنه يلزم بالنذر، أنه يلزم بالنذر، فهو مستحب ولكن إذا نذره وجب بالنذر. نعم. ولا يصح إلا في مسجد ولا ممن تلزمه الجماعة إلا حيث تقام. لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، فلا يصح الاعتكاف في مكان غير المسجد، قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، ولأن صلاة الجماعة واجبة فيحتاج إلى أنه يخرج 5 مرات، هذا يتنافى مع الاعتكاف، ولذلك يكون الاعتكاف في المسجد ليتمكن من صلاة الجماعة، ولأن المسجد هو محل الذكر والعبادة. الذين يعتكفون في الخلوات وفي كالصوفية أو غلاة الصوفية يخلون أياما أو أكثر في خلوات أو في بيوتهم وينقطعون عن الناس، هذا بدعة وليس اعتكافا وليس عبادة. نعم. وأفضل المساجد الحرام، فمسجد المدينة فالأقصى. الاعتكاف يكون في المساجد وأنتم عاكفون في المساجد، وأفضل المساجد المساجد 3، مسجد الحرام أول بيت وضع للناس، ثم المسجد النبوي في المدينة، ثم المسجد الأقصى في فلسطين، هذه المساجد 3 هي أفضل للاعتكاف فيها، وهناك من يرى أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد 3، ولكن هذا لا وجه له، النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا قال وأنتم عاكفون في المساجد، ولم يقل المساجد 3، هذا عام في جميع المساجد، والمسلمون يعتكفون في مساجدهم في كل البلدان، هذا إجماع منهم على أن الاعتكاف لا يختص المساجد 3، وإنما الاعتكاف في المساجد 3 فيه زيادة فضيلة، هو أفضل، لا أنه لا يصح الاعتكاف إلا فيها. نعم. فإن عين أحدها لم يجزي ما دونه، وعكسه بعكسه، وإن عين مسجدا. نعم. غير الثلاثة. نعم، إذا
عين مسجدا غير الثلاثة فلا يتعين عليه، لأن المساجد لا ميزة لبعضها على بعض، فيعتكف في أي مسجد. فلو نذر أن يعتكف في مسجد معين في جدة نقول له لا يلزمك هذا التعيين، فتعتكف في أي مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، إلا إذا نذر الاعتكاف في المساجد الثلاثة في أحدها فلا يجزيها الاعتكاف في غيرها، لأنها مساجد لها خاصية تشد إليها الرحال للعبادة. فلو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام إنه لا يجزيه أن يعتكف في مساجد جدة أو غيرها. وأما بقية المساجد فلا ميزة لبعضها على بعض. وإذا نذر أحد المساجد الثلاثة فإن نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لم يجزه في غيره، لا في مسجد الرسول ولا في المسجد الأقصى، لأنه أفضلها. ولو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى صح أن يعتكف في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أفضل منه. فإذا عين المفضول من المساجد الثلاثة أجزأه في الفاضل لا العكس، إذا عين الفاضل لم يجزئه في المفضول. نعم. ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبله بيسير وخرج بعد آخره. إذا نذر مدة معينة 10 أيام أو أكثر أو أقل فإنه يدخل معتكفه قبل بداية المدة بزمن يسير، يدخل معتكفه ولا يتأخر إلى أن يدخل الوقت الذي عينه، لأنه يفوت عليه بعض الوقت، فيتقدم يسيرا حتى لا يفوت عليه شيء من الوقت الذي نذره. وكذلك لا يخرج قبل تمام المدة ولو بيسير، لا يخرج حتى تتم المدة لئلا يترك شيئا مما نذره. نعم. ولا يخرج معتكف إلا لما لا بد له منه. الاعتكاف كما هو معروف هو اللبث في المسجد، لزوم مسجد بطاعة الله، معناه أن المعتكف لا يخرج إلى الأسواق، إلى الشوارع، إلى البيوع، إلى بيته، إلى متجره، إلى مكتبه، لا يخرج، هذا يتنافى مع الاعتكاف، إلا الحاجة الضرورية كقضاء الحاجة والوضوء، فهذا لا بأس، يخرج بقدر الحاجة ويرجع. نعم. ولا يعود مريضا. ولا يعود مريضا، لأن عيادته للمريض تقطع عليه مدة الاعتكاف، فما هو فيه أفضل من عيادة المريض، لكن بإمكانه أن يسأل عن المريض، يسأل عن حاله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن حال المرضى، ولكنه لا يعودهم وإنما يسأل عنهم ليطمئن على صحتهم وليطيب خواطرهم. نعم. ولا يشهد جنازة.
كذلك لا يشهد مع أن تشيع الجنازة فيه أجر، ولكن لا يخرج لتشيع الجنائز، ولا يخرج ليقول بروح أصلي على الجنازة في مسجد كذا، لا، ما هو فيه عبادة، ما هو فيه عبادة فيبقى فيه، وبإمكانه أن يدعو للميت، يدعو له ويكفي هذا، لأن صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي حصل المقصود. نعم. قال: ولا يشهد جنازة إلا أن يشترط. إلا أن يشترط، إذا شرط في بداية الاعتكاف قال أعتكف 10 أيام على شرط أني أخرج لتشييع الجنائز ولعيادة المرضى، فله ما شرط، له ما شرط. نعم. ويفسد اعتكاف بوطئ في فرج وسكر وخروجه بلا حاجة. مبطلات الاعتكاف: أولا الجماع، الجماع يبطل الاعتكاف، قوله سبحانه: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالمعتكف لا يجامع، لأن الله نهى عن ذلك، هذا يتنافى مع الاعتكاف. هذا واحد. الثاني: وسكر. سكر، نعم، والعياذ بالله، إذا تعاطى شيء من المسكرات غيب عقله فإن هذا يبطل الاعتكاف، مع أنه معصية وكبيرة من كبائر الذنوب، فهو أيضا يبطل الاعتكاف. نعم. وخروجه بلا حاجة، وكثرة خروجه. المبطل الثالث كثرة خروجه بلا حاجة، لأن هذا يتنافى مع الاعتكاف، ويستنفد وقتا يؤثر على أو ينقص، بل يبطل اعتكافه، لأنه ما صار معتكفا. إذا كان يتردد ويخرج ويطلع ويروح للأسواق ويتفرج على الأشياء لم يكن معتكفا، المعتكف يتفرغ نهائيا ولا يخرج إلا لما لا بد له منه. نعم. ويسن اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. يستحب للمعتكف أن يشتغل بالطاعات، تلاوة القرآن، بالذكر، التسبيح، التهليل، صلاة، نوافل، فيستنفد وقته أو أغلب وقته بالعبادة، لأنه اعتكف لأجل ذلك، لزوم مسجد لطاعة الله. أما أنه يبقى في المسجد ويلبث في المسجد بدون عبادة وبدون ذكر، بدون صلوات نوافل، فهذا ينقص الاعتكاف كثيرا. نعم. ويفرغه من مضمونه. نعم. انتهى كتاب الصيام، الله يحسن إليك. نعم. اللي بعده كتاب المناسك. أي بهذا ينتهي كتاب الصيام والاعتكاف، ويتكامل ولله الحمد. وأنتم الآن على أبواب شهر رمضان الذي أثنى الله عليه وفضله على غيره، فقال: شهر رمضان
الذي أنزل فيه القرآن هذه مزية، أنزل فيه القرآن هذه واحد، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، من شهد منكم الشهر فليصم، هذه الثانية أنه يجب صيامه، هذه الثانية من شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر عدة من أيام أخرى. أيضا من فضائله، ثالثا من فضائله ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، فهذا الشهر فيه فضائل لم تكن في غيره. أولا أنه أنزل فيه القرآن، يعني ابتدأ إنزال القرآن فيه في ليلة القدر، ما هو معناه أن القرآن أنزل كله في ليلة القدر. القرآن كما هو معلوم نزل متفرقا على الرسول صلى الله عليه وسلم مدة 23 سنة، وإنما معناه أنه بدأ إنزال القرآن في رمضان. والقرآن يطلق على كل القرآن، يسمى قرآنا ويطلق على بعضه، أنزل فيه القرآن، فهذا يدل على أن شهر رمضان له خاصية بالقرآن، فلذلك يستحب الإكثار من تلاوة القرآن في هذا الشهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في شهر رمضان، وكان الصحابة ومن جاء بعدهم تفرغون لتلاوة القرآن في رمضان أكثر من غيره، لأنه الشهر الذي ينزل فيه القرآن، فهو شهر القرآن. الميزة الثانية أن الله جعل الصيام خاصا، يعني فرض الصيام خاصا في شهر رمضان، ركنا من أركان الإسلام يؤدى في هذا الشهر، وهو صيام هذا الشهر كاملا، وهذه مزية عظيمة، يؤدى فيه ركن من أركان الإسلام، فهذه مزية عظيمة. والميزة الثالثة أن فيه هذه الليلة، ليلة القدر، خير من ألف شهر، خير أي العمل في هذه الليلة خير من العمل في ألف شهر، فمن وفق لهذه الليلة واجتهد فيها بالعبادة أعطاه الله عبادة ألف شهر، عمر كامل في ليلة واحدة، هذا فضل عظيم. وهذه الليلة لا شك أنها في شهر رمضان. وكذلك من فضائل هذا الشهر أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا قيام ليلة، الله أوجب علينا صيام نهاره، النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا قيام ليله بالتراويح والتهجد، وهذا خاص برمضان. نعم التهجد هذا يكون في رمضان وفي غيره، ولكن التراويح هذه خاصة لرمضان. فهذا الشهر اجتمعت فيه فضائل عظيمة
يتنبه لها المسلم ولا يحرم منها، تمر عليه ويمر عليه هذا الشهر وهو في غفلة، وهو باق على ما كان عليه في سائر السنة. أيضا من مزايا هذا الشهر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن الشياطين تصفد عن أهل العبادة وأهل الصيام والقيام والاجتهاد في الخير، فلا يتمكنون من فلا يتمكن الشياطين من شغل بني آدم، من شغل المؤمنين عن العبادة في هذا الشهر. الله حبسهم ليتيح الفرصة لعباده المؤمنين، يصفد فيه الشيطان، تفتح فيه أبواب الجنان للراغبين فيها. الجنان ما تحصل إلا بالأعمال الصالحة، ما تحصل بالتمني، والأعمال الصالحة تفتح لك بمعنى أنه يطلب منك أن تعمل الأعمال الصالحة التي تكون سبباً لدخول الجنان، تفتح فيه أبواب الجنان. ويقال يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصد، هذا كله في كل ليلة من رمضان ينادي مناد يا باغي الخير أقبل، الخير الآن متاح ميسر، ويا باغي الشر أقصر، فهذا الشهر إنما هو للخير وليس للشر. وهذا بالنسبة للمؤمنين، أما بالنسبة للفسقة والعصاة والأصحاب الشهوات فهؤلاء تلعب بهم الشياطين في رمضان وفي غيره، إنما تصفد الشياطين عن أهل العبادة وأهل الطاعة. وأما أهل الغفلة وأهل الفسق فهؤلاء تسلط عليهم الشياطين. لذلك ترون كثيرا من هؤلاء ينشطون في رمضان على الفساد وعلى الفسق وعلى اللهو واللعب والغفلة، لأنهم محرومون من فضائل هذا الشهر. فالحقيقة أن هذا شهر عظيم، ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم إياه، وأن يعيننا على طاعته وعبادته، وأن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا سؤال يقول: هل الاعتكاف خاص بالرجال دون النساء؟ أحسن الله إليك. لا، ما هو خاص، الرجال والنساء يعتكفون، لكن المرأة يوضع لها مكان مستور، يوضع لها مكان مستور تعتكف فيه، كما كانت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعتكفن وتوضع لهن أمكنة مستورة. بل إن الرجل أيضا ينبغي أن يعتكف في غرفة أو في مكان مستور عن الناس لئلا يشغلوه أو ينشغل به، هذا أفضل. وأما المرأة فلا بد لها من مكان مستور لئلا يراها الناس، أو تنام في مكانها، تكون في مكان محفوظ. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: ما هو أفضل للمرأة المسلمة،
صلاة التراويح في بيتها أم في المسجد؟ صلاتها في بيتها أفضل، حتى الفريضة، حتى الفريضة صلاتها في بيتها أفضل. قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فلا شك أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، فريضة كان أو نافلة. نعم. أحسن الله إليكم، وهل يشترط موافقة الوالدين للاعتكاف؟ نعم، إذا كان الوالدان يحتاجان إليك خدمتهما والبر بهما وقضاء حوائجهما فهذا أمر واجب عليك، والاعتكاف سنة، حقهما مقدم. أما إذا لم يكن لهما بك حاجة فلا بد أيضا أن تستأذن منهما، لأن هذا من الأدب أن تستأذن منهما لتعتكف، ولا تعتكف دون أن تخبرهما وتستأذن منهما. نعم. أحسن الله إليكم، يسأل عن حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يقول: ما هي شروط الحصول على هذه الشفاعة؟ شرطان، حصول على الشفاعة شرطان: أولا إذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من المسلمين، ومن المسلمين من العصاة المسلمين، ولذلك قال لأصحاب الكبائر من أمتي يعني من المسلمين، فيشترط في المشفوع فيه أن يكون مسلما. أما الكفار الله جل وعلا قال: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. كفار ليس فيهم شفاعة، والمشركون لا تقبل فيهم شفاعة، إنما الشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: ماذا لو كان شخص من أهل الأعذار وأفطر شهر رمضان، وكان شهر رمضان في ذلك العام 29 يوما، هل يقضيه 30 يوم أم 29 يوم؟ أحسن الله إليه. يقضي ما صامه المسلمون، ما صامه المسلمون يقضيه 29 يوم أو 30 يوم. نعم. أحسن الله إليكم، كتاب عمدة الطالب وهداية الراغب وفتح مولى المواهب على هداية الراغب كلها على مذهب الحنابلة. يقول أحسن الله إليك: هل كتاب عمدة الطالب وهداية الراغب وكتاب فتح مولى المواهب مولي المواهب أحسن الله إليك على هداية الراغب كلها على مذهب الحنابلة هل هي معتمدة أحسن الله إليك؟ نعم، عمدة الطالب هذا متن ألفه الشيخ منصور بن يونس البهوتي، ألفه الشيخ منصور بن يونس البهوتي المصري، سمي البهوتي لنسبة إلى بهوت بلد في مصر، وكان شيخ الحنابلة في وقته، فهو ألف هذا المختصر للمبتدئين، للمبتدئين في طلب العلم ليسهل عليهم البداية والدخول إلى الفقه. وليس بلازم أن يكون ما ذكره هو الصحيح في المذهب، قد يكون مرجوحا أو، لكنه اجتهد في تحري الراجح في نظره، وقد يكون الراجح غيره، الله أعلم. وهذا لا يهمنا، أنا ما يهمنا أول في البداية، ما يهمك أنك تعرف الراجح من المرجوح، يهمك أنك تدخل في الفقه، تدخل في الفقه، ثم الراجح والمرجوح هذا بعد ما تتمكن
بعد ما تتمكن تأخذ الدرجة الأولى في الفقه والمدخل، بعد ذلك تقهرن. أما أنك تبي الراجح من أول مرة وأنت ما عندك شيء، هذا ما تحصل شيء، روح عليك الوقت والتعلم بدون فائدة. أول شيء تحفظ متن من المتون، وليس بلازم أن يكون راجحا، لأن المقصود هو أن تدخل في الفقه وتتذوق الفقه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد شيء في والدراسة؟ لاحظوا، الدراسة تدرس كل ما قيل سواء كان خطأ أو صوابا، تدرس ما قيل، تطلع على الأقوال سواء كانت خطأ أو صوابا، ثم بعد ذلك تميز بين الراجح والمرجوح. والدراسة غير الفتوى، الفتوى لا يجوز لك تفتي بأي قول، لا تفتي إلا بما ترجح وقام عليه الدليل. أما الدراسة ادرس ما جاء في المذاهب من خطأ وصواب، لأن المقصود الاطلاع، المقصود هو الاطلاع. أما من ناحية العمل والتطبيق والفتوى فأنت تتحرى الدليل. نعم، يجب الفرق بين هذا وهذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد شيء في المخالفة بين أعضاء الوضوء، وهل يشترط لها الترتيب؟ نعم، اليمين واليسار يستحب ترتيب بين اليمين والشمال، أما أعضاء الوضوء فيشترط، يجب ويشترط لصحة الوضوء الترتيب، فيبدأ أولا بالوجه، فاغسلوا وجوهكم، ثم اليدين، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل الرجلين. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه فروض الوضوء، لا بد من الترتيب، لأن ما بدأ الله به ذكرا يبدأ به فعلا. قد قال صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به. وفي رواية: ابدأوا أمر، ابدأوا بما بدأ الله به. أما الترتيب بين اليمين والشمال باليدين في الرجلين فهذا مستحب، أن تقدم اليمنى أولا. كان يعجبه التيامن، كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في طهوره، في تنعله وترجله، وفي طهوره أو في طهوره وفي طهوره وفي شأنه كله. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال: امرأة تحت رجل لا يصلي أبدا حتى الجمعة، ولها منه 3 أولاد وبنات بالغات، وهذا الرجل يقوم بسبها ومنعها من أهلها ويعيرها ويستهزئ بالدين، فهي الآن تريد تركه، ولكنها تخاف على أولادها وبناتها خاصة، لأنه يشاهد أفلاما إباحية، وتخشى من أن يحكم القاضي بأن يكون الأولاد عنده. أحسن الله إليك. فما هو توجيهكم؟ أول شيء، الدين ألزم من الأولاد، ولا يجوز لمسلمة أن تبقى عند رجل لا يصلي، لأن تارك الصلاة متعمدا يكفر، ولا يجوز للمسلمة أن تبقى مع كافر، كما لا يجوز للمسلم أن يتزوج كافر، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتك، ولا تنكح المشركين حتى يؤمن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن،
لا يجوز لمؤمنة أن تبقى مع كافر أو مرتد، مع كافر أصلي أو مرتد. لذلك لو كانا كافرين، الزوجان كافران، ثم أسلمت الزوجة، أسلمت الزوجة أو أسلم الزوج، فإن النكاح ينفصل بينهما، لكن تبقى في العدة. فإن أسلم فإنها زوجته، أسلم في العدة فإنها زوجته، وإن تمت العدة ولم يسلم فإنها تبين منه، تنفصل منه. فعليها أن تتقدم للمحكمة لطلب الفراق منه. والأولاد لا يكونون في ولايته وهم مسلمون وهو كافر، القاضي سيحكم لها بالأولاد بصفتها مسلمة وهو كافر. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال من القسم النسائي، تقول: أنا طالبة علم شرعي مبتدئة وأحب العلم الشرعي جدا. أنا طالبة علم مبتدئة وأحب العلم الشرعي جدا، أرجو من فضيلتكم إسداء نصائح لنا نعمل بها أثناء الطلب، وكذلك طرق تساعدنا على تثبيت ما درسناه، وجزاكم الله خيرا. نعم، هذا يدل على خير وعلى رغبة في الخير وطلب العلم، فأوصيها أن تواصل طلب العلم. هي تقول إنها طالبة علم، يعني تطلب العلم، فتواصل طلب العلم على أهل العلم، تأخذ العلم عن أهله، تتعلم إن كان هناك من النساء من هي عالمة، تتعلم على يديها، وإن لم يكن فتتعلم على رجل، لكن لا تخلو معه وتحتجب عند حضورها مع غيرها، ما تخلو معه لتتعلم منه، بل تكون مع غيرها وتكون متحجبة، لا مانع من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. رجل متزوج من امرأتين ورضعت فتاة من إحدى زوجاته، هل تحرم على أولاده من الزوجة الثانية؟ بلا شك، إذا كان له زوجات ورضعت بنت من إحداهن فإن جميع أولاده من جميع الزوجات يكونون إخوة لهذه المرتضعة، لأنها رضعت من لبن أبيهم، لأن اللبن مشترك بين الزوج والزوجة، فهي رضعت من لبن أبيهم، تكون أختا لهم من الأب، من الرضاعة. نعم. ويقول أحسن الله إليك: طفل رضع من امرأة 5 رضعات ولكنه كان في كل مرة يستفرغ ما يرضعه، فهل هذه الرضاعات محرمات؟ نعم، إذا وصل إلى جوفه، إذا وصل اللبن إلى جوفه هذه رضعة، سواء استقر أو استفرغ. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن حكم التسمي بهذه الأسماء للبنات: الجوري والدانة وغاية وغالية، هل يجوز هذه الأسماء؟ الله يحسن إليك، هل يجوز التسمي بها؟ يقول: الجوري إيه نعم، والدانة وغاية وغالية، هل يجوز التسمي بهذه الأسماء للبنات؟ نعم، لا بأس، كل اسم ليس فيه تعبيد لغير الله لا بأس، محرم هو ما كان فيه تعبيد لغير الله، كعبد الحسين أو عبد الرسول أو عبد فلان أو عبد الأمير أو ما أشبه ذلك، هذا حرام لا يجوز، أو عبدة فلان الأمير أو عبدة الحسين أو عبدة،
هذا لا يجوز، تعبيد لغير الله هذا محرم بالإجماع. أما الأسماء التي ليس فيها تعبيد لغير الله لا مانع، لكن الأفضل أن يختار الاسم الطيب، أن يختار الاسم الطيب، هذا أفضل. نعم، فلا بأس بهذه الأسماء، وإن كان الأفضل أن يختار أحسن منها. نعم، أحسن الله إليكم. ويسأل، وكون الأسرة تسمي بأسماء بأسمائها وأسماء آبائها وأمهاتها هذا أحسن، كون الأسرة تسمي بأسماء آبائها وأسماء أمهاتها وأجدادها وجداتها هذا أفضل وأحسن لأجل الترابط. نعم، أحسن الله إليكم. ويسأل عن اسم عائلته مجيد، هل اسم عائلته مجيد هل يلزم أن يغيره؟ مجيد؟ إيه نعم، ما في مانع، ما في مانع يسمى مجيد، وإن كان من أسماء الله المجيد، لكن لا مانع أن نتسمى بالأسماء ولو كانت من أسماء الله، مثل العزيز والملك. ومعروف أن أسماء الله غير أسماء المخلوقين، صفات الله غير صفات المخلوقين، لا تتشابه، إن تشابهت في اللفظ فهي لا تتشابه في الحقيقة والمعنى. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم استخدام خادمة لزوجتي حيث إنها كانت قبل الزواج تخدم وبعد الزواج حاولت القيام بأمور البيت وأمور الزوجية إلا أنها لم تستطع الإكمال لأن ذلك يحتاج منها وقتا طويلا وأصبحت متعبة بعد هذه الأعمال؟ مهما أمكن الاستغناء عن الخادمات فهو أفضل وأحوط، أما إذا احتاجت إلى الخادمة، الناس ابتلوا الآن بالخدم والكسل والعجز والانشغال أيضا، فلا مانع من ذلك بالضوابط الشرعية، حيث لا تكون سافرة، بحيث لا تكون مسلمة، ما تكون كافرة، خادمة كافرة لا يجوز، تكون الخادمة مسلمة، وبأن تكون مع الأسرة في البيت ولا تخلو مع رجل أو مع أحد الأولاد البالغين. نعم، يتحفظ عليها غاية التحفظ، تتستر، تحتجب. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: إذا اختلف العالمان وبدع أحدهما الآخر فما موقفنا منهما وأيهما نتبع؟ عافيكم الله، أنتم لا تدخلون معهم، خلوا جدالهم بينهم وأنتم عافيكم، إن حصل تنصحونهم وتبينون لهم طريق الصحيح هذا واجب، وإلا اتركوهم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: هناك شبهة تقول: كيف للإمام البخاري رحمه الله أن يروي هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير عربي؟ فماذا نرد على من يقول؟ الله يؤتيه من يشاء، فضل الله يؤتيه من يشاء، ليس للعرب خاصة، الرسول ما هو للعرب خاص، الرسول لكافة البشر، بل للجن والإنس عليه الصلاة والسلام. ويمكن أن العجم يهديهم الله ويكونون أحسن من العرب، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذا الدين ليس خاصا، وهذا العلم ليس خاصا بالعرب، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لو كان العلم بالثريا لناله رجال من أهل فارس. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فظهر من فارس ومن غيرهم من الأعاجم من برز في العلم، أحد في اللغة العربية مثل سيبويه، ومثل واحد في الفقه مثل أبي حنيفة، واحد في التفسير، واحد في مفردات اللغة العربية، كل أكثر اللغويين والنحويين أكثرهم ليسوا من العرب، المحدثين
أكثرهم ليسوا من العرب، أكثرهم ليس من العرب. تعرفون قصة الخليفة، تعرفون قصة الخليفة، أظن عمر بن عبد العزيز من الأمويين، جاءه عالم من العلماء وصار يسأله من هو القاضي في البلد الفلاني، من هو المفتي، وكل ما ذكر يقول هل هو من العرب ولا من العجم، قال بل من العجم. فقص عليها عددا كثيرا، ذكر واحدا من العرب، قال الآن فرجت عني يا زهري، صارت مثل، قال الآن يوم ذكر واحد من العرب قال الآن فرجت عني يا زهري. ففضل الله، والدين هذا ما هو خاص بالعرب، والعلم ليس خاصا بالعرب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أنا أعمل في مؤسسة في رمضان في الفترة المسائية. يقول أنا أعمل في مؤسسة في شهر رمضان في الفترة المسائية، ويسمحون لي بصلاة التراويح، هل لي أن أطلب إجازة وأعتكف العشر الأواخر وإن كان في ذلك ضرر على عملي لعدم وجود من يقوم بعملي؟ إذا سمحوا لك ما يخالف، إذا سمحوا لك الحق لهم، ما لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أنا أصغر إخوتي وكنت مقربا للوالدة، ولكن بعد زواجي انقلب الأمر رأسا على عقب. يقول أحسن الله إليك، أنا أصغر إخوتي كنت مقربا للوالدة، ولكن بعد زواجي انقلب الأمر رأسا على عقب، وأصبحت حسنات زوجتي عند الوالدة سيئات، مع أن هذه الزوجة اختارتها الوالدة، وكلما حاولت زوجتي الاقتراب من والدتي لا تجد فائدة، وكلما حاولت برها وإرضاءها لا تكون راضية، فما السبيل؟ عليك أن تعمل ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما دام الزوجة ما أساءت إلى والدتك وهي امرأة صالحة ولا حصل منها إساءة إلى والدتك، فليس عليك شيء في إمساكك لها، ولكن لا ينقطع البر بوالدتك والإحسان إلى والدتك، وحاول الإصلاح، حاول الإصلاح بينهما ما استطعت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما هي الطريقة الصحيحة لتطهير الفرش التي يكون تحتها بلاط أو مادة بلاستيكية أو تراب؟ ما هي الطريقة الصحيحة لتطهير الفرش السجاد أحسن الله إليك إذا كان تحته بلاط أو مادة بلاستيكية أو تراب؟ يعني ملصقة، يبدو كذلك، الفرش ملصقة وثابتة على الأرض أو على البلاط ولا يمكن نقلها، هذه صب عليها الماء ويكفي، صب عليها ماء كثير ويكفي، وتنشف بعد صب الماء ومغامرتها بالماء، تنشف ويكفي هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول كلما أعمل عملا أحس بأني مراء فيه، فما هي نصيحتكم؟ هذا من الشيطان، لا يهمك هذا، هذا من الشيطان، يبيك تترك العمل، تقول أخاف من الرياء، تترك العمل لا يجوز هذا. أما أنك تخاف من الرياء وتتحفظ منه وتتحرز منه، هذا طيب. الرياء لا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق، كل يخاف، المؤمن يخاف، لكن لا يحمله الخوف على ترك العمل مثل ما يحصل لبعض الموسوسين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول إذا صلى الرجل أو صلت المرأة ثم تبين لهما بعد الصلاة، إذا صلى الرجل ثم تبين له بعد ذلك ثقب يسير يكشف شيئا يسيرا من العورة، فماذا عليه؟ إذا ما درى ليس عليه شيء، إذا ما درى، أما إذا درى وتركه فإنها تبطل صلاته إذا كان كثيرا، انكشف بعض عورته وفحش وتركه
فإنها تبطل صلاته، أما إذا لم يعلم فليس عليه شيء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: الأذكار الواردة في الأذكار الواردة والمحددة بوقت وسبب وعدد، هل يجوز الزيادة في العدد أحسن الله إليك؟ لا بأس، لا بأس، اذكروا الله ذكرا كثيرا، لا بأس أنك تزيد، لا بأس أنك تزيد من باب التزود من الخير، لا من باب استقلال هذا العدد، وإنما من باب الرغبة في الخير والتزود من الخير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل تعرف ليلة القدر بعد انتهاء شهر رمضان أنها كانت في ليلة كذا أو كذا؟ أبداً، ما أحد يعرفها. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعرفها على التحديد، وإنما كان يتحراها، وخرج كما عندكم في صحيح البخاري وسيأتيكم قريباً أنه خرج يريد أن يخبرهم بليلة القدر، ثم تلاحى فلان وفلان، صار بينهم خصومة، وجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فرفعت، يعني رفعت من ذاكرته عليه الصلاة والسلام، فلم يعد يتذكرها. وهذا يقول لعله خير كما يأتي في الحديث، لعله خير من أجل أن نجتهد ونتحرى في كل الشهر. نعم. أحسن الله إليكم. وماذا عمن يقول أن لليلة القدر علامات تعرف بها؟ أحسن الله إليك. وماذا عمن يقول أن لليلة القدر علامات وأمارات تعرف بها، كأن تكون شمس تلك الليلة بلا إشعاع وغير ذلك؟ هذه أقوال ما هي بأدلة، هذه أقوال وتحريات، الله أعلم بها. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز قراءة سورة الإخلاص في كل ركعة من الصلاة لفعل أحد الصحابة ذلك، حيث أخبرني أحد الإخوة أن أحد طلبة العلم أفتاه بهذا؟ نعم، كان بعض الصحابة يقرأها، كان يؤم رفاقه في السفر، وكان يقرأ سورة الإخلاص بعد فراغه من القراءة يقرأها، فجاءوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فطلبه وسأله: لماذا تفعل هكذا؟ قال: لأنها صفة الرحمن وإني أحبها. فقال له صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أحبك كما أحببتها، فلا بأس في ذلك، لكن إذا كان يشوش على الناس فلا تفعل ما يشوش، أما إذا كان اللي عندك ورفقائك من طلبة العلم ويعرفون هذا ما في بأس، لكن التشويش احذروه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا طلبت مني أمي أن أطلق زوجتي ظلما مع أنها نعم الزوجة، هل لي أن أطلقها وكيف؟ لا يا أخي، لا تطع والديك، حتى الوالد ما تطيعه في طلاق امرأة صالحة وامرأة أنت ترغبها وهي صالحة في دينها وأخلاقها، لا تطلقها، لكن تحسن إلى والديك، وليس من الإحسان إلى الوالدين طلاق امرأتك، بل الإحسان غير طلاق امرأتك، إلا إذا كانت سيئة وتسيء إليهما هذا شيء آخر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: متى كان نوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان؟ أول الليل في رمضان وغيره، كان ينام أول الليل، وكان يكره الحديث بعد صلاة العشاء لأجل أنه يبادر بالنوم لأجل أن يقوم آخر الليل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما رأي فضيلتكم في كتاب الأربعين في التوحيد للأنصاري؟ أنا ما اطلعت عليه، ولكن الأنصاري إمام جليل ومعروف، إن كان عنده تصوف لكن هو إمام جليل ومحدث، وله كتاب منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم،
الذي شرحه ابن القيم في كتابه مدارج السالكين. نعم أحسن الله. له كتاب في الإيمان في العقيدة. نعم أحسن الله إليكم. يقول: من كان له ظرف، هل الأولى في الاعتكاف أي القطع أم الاشتراط؟ من كان له ظرف، هل الأولى ظرف؟ أي نعم. وش الظرف؟ ما معنى ظرف؟ يعني عنده عذر، عنده أعذار قبل أن يبدأ وقت الاعتكاف. يقول: هل الأولى أن أعتكف وأشترط أم لا أعتكف ابتداء؟ أحسن الله إليك. اعتكف واشترط لا بأس، اعتكف واشترط، لا تحرم نفسك من الخير. نعم، واشترط ما تحتاج إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير: حجي واشترطي، فإن لك على ربك ما استثنيتي. نعم أحسن الله إليكم. يقول: يرد في بعض أسانيد إجازات حفظ القرآن الكريم في آخر السند قولهم عن جبريل عليه السلام عن اللوح المحفوظ عن رب العالمين، هل هذا من آثار عقيدة الأشاعرة في كلام؟ هذا كلام باطل. القرآن عن رب العالمين برواية جبريل برواية محمد صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وإنه لتنزيل رب العالمين، ما قال من اللوح المحفوظ، قال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك. فجبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام إنما هما واسطة في نقل القرآن، سند القرآن، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، هذا جبريل، هذا هو جبريل عليه السلام. وقوله يعني نقله عن الله عز وجل، نقله عن الله لأنه أمين الوحي. وفي الآية الأخرى: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، فأضيف إلى الرسول تارة وإلى جبريل تارة لأنهما نقله، والقائل هو الله سبحانه، والكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا. نعم أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: ما حكم النظرة الشرعية قبل عقد القران وما الذي يراه منها؟ نعم. ما حكم النظرة الشرعية قبل عقد القران وما الذي يراه منها؟ أي الخاطب. يرخص لمن خطب امرأة أن ينظر إليها، يرخص له رخصة، لأن الأصل التحريم، لا يجوز النظر إلى وجه المرأة، لكن يرخص للخاطب لأجل المصلحة الغالبة، والرخصة تدل على أنه في الأصل كان محرما. هذا من أدلة وجوب ستر الوجه للمرأة، يرخص له أن ينظر إلى وجهها وكفيها شعرها وما يدعوه إلى الرغبة فيها. نعم أحسن الله إليكم. لكن بحضرة وليها، يعني ينظر إليها يخلو بها، لا يجوز يخلو بها قبل العقد، ولا أن يسافر بها كما عند الغرب أو عند المقلدين للغرب، سافر بها تعرف عليها ثم بعدين يخطبها. نعم أحسن الله إليكم. يقول: هل من منهج السلف مناظرة أهل البدع أمام الملأ من الناس كما ظهر بعض طلبة العلم الأقوياء في بعض القنوات الفضائية التي تتبنى الرد على الروافض وأهل التصوف، مع العلم بأن هناك أناسا رجعوا إلى منهج أهل السنة بسبب هذه المناظرات وكتب لهم الهداية؟ هذا طيب. نعم، إذا كان الرجل عنده حجة وقوة في المناظرة، عنده علم، هذا من بيان الحق،
هذا من بيان الحق، هذا شيء طيب، لكن لا يدخل في المناظرة إلا من هو أهل لها، ما يدخل فيها ضعيف المناظرة أو قليل العلم لئلا ينهزم أمام الخصم، لها شروط. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما تم الوقت؟ بقي يمكن 9 دقائق. طيب. يقول أنا مؤذن في أحد المساجد التابعة للسوق، وهذا المسجد لا تقام فيه صلاة الفجر ولا صلاة الجمعة، وغالبا في رمضان أقضي أغلب الوقت داخل المسجد، فهل إذا نويت الاعتكاف يكتب لي أجره مع العلم أني أقوم بخدمة الصائمين ولا أخرج إلا لهذا الغرض؟ لا، هذا ما هو المسجد الذي لا تقام فيه الصلوات الخمس، هذا لا ليس محلا للاعتكاف. الاعتكاف في المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس، وأما الجمعة فلا بأس أن يخرج إليها لأنها لا تتكرر. نعم. وإذا اعتكف في جامع يقام فيه الصلوات الخمس والجمعة فهذا أحسن. أحسن الله إليكم. هل يجوز للمرأة أن تطلب الخلع من زوجها إذا كان تاركا للصلاة متكاسلا ولا يصوم ولا يزكي، علما بأنها نصحته مرارا؟ هذا يجوز؟ يقول يجوز؟ لا، يجب عليها، ما هو بيجوز، يجب عليها أن تطلب الفراق منه ولا تبقى معه. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز الزواج من شخص مذهبه إسماعيلي شيعي، وإذا كان هذا الرجل قد أخذ على الفتاة صور ويهددها في حالة عدم الزواج بالفضيحة؟ الله قد أغنانا ولله الحمد، عندنا نساء وعندنا بنات والبيوت ملأة، فلماذا نتزوج من غير بيوتنا ومن غير بلدنا ومن غير، ما احتجنا إلى هذا. نعم. أحسن الله إليكم. من وقع في شيء يفسد اعتكافه هل عليه وزر؟ من وقع في شيء يفسد اعتكافه هل عليه وزر؟ ليس عليه وزر، لأن الاعتكاف سنة، الاعتكاف سنة، إن شاء أن يمضي فيه وإن شاء أن لا يمضي فيه له ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. بعض القنوات تعرض مسلسلات، وهي مسلسلات كما يقولون هادفة وليس فيها شيء، فما هي نصيحة، فما هو توجيهكم؟ أحسن الله إليكم. والله أنا أنصح بعدم الانشغال بالقنوات، لأنها تأخذ الوقت، تجرك أيضا إلى أشياء قد لا تكون مرغوبة، الابتعاد عنها وحفظ الوقت فيما هو أحسن لا شك إن هذا هو الأحوط للذمة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول إذا اعتكفت بالمسجد النبوي وحجزت مكانا وجلست فيه فترة من الزمن ثم خرجت للوضوء فرجعت فوجدت أحدا في مكاني، فهل لي أن أقيمه؟ يقول أحسن الله إليك، إذا اعتكفت فوجدت أحد الناس في مكاني، هل يجوز لي أن أقيمه من هذا المكان الذي حجزته ابتداء؟ ما يطيع تقيمه، لكن إذا بغيت تروح حط في مكانك شيء، حط في مكانك شيء من ما يحفظ لك هذا المكان، إما عصا ولا ما أشبهه. نعم. ولو وضع أحسن الله إليك في مكانه حجرا أو عصا ثم جاء ووجد أحد الإخوة جالس، هل يجوز له؟ لا، ما يجوز له هذا، ما يجوز لأحد أن يرفع الشيء الحاجز وصاحبه قريب ويبي يجي، ما يجوز لأحد، يقول وحرم رفع مصلى مفروش قبل حضور صاحبه إلا إذا كان صاحبه يحجز المكان ولا يحضر، فلكل أن يزيل هذا. أما إذا كان راح يتوضأ ولا راح الحاجة يسير أو يرجع هو أحق به، وهذا معتدي. نعم. أحسن الله إليكم. هل هناك ضوابط للاشتراط في الاعتكاف؟
ضوابط أن يكون الاعتكاف بنية، لا اعتكاف إلا بنية، لأنه عبادة والعبادة لا تصح إلا بالنية. فلو أنك جلست في المسجد تبي تبرد ولا تبي تظلل ولا تبي تنام ترتاح، هذا ما يكون اعتكاف، لأنك ما نويت العبادة، نويت الارتياح فيه، فلا بد من النية، هذا شرط. ومن شروطه أيضا أن لا تخرج إلا لما لا بد لك منه كما سبق. نعم. أحسن الله إليكم، هل الأفضل أن أبقى في معتكفي والصلاة بوضوء واحد، أم الأفضل أن أجدد وضوئي لكل صلاة؟ يجوز أن تبقى في بوضوء واحد وتصلي فيه عدة صلوات وهو ما دام لم ينتقل، لا بس، هذا جائز، لكن الأفضل تجديد، الأفضل التجديد، هذا أفضل لتؤدي العبادة بوضوء جديد. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: توضأت ثم بعد ذلك تبين لي أن الماء لم يصل إلى جزء يسير من جسدي بسبب وجود شريط لاصق، فماذا أفعل؟ إذا كان الوقت قريبا والأعضاء لم تنشف، إنك تزيل الحائل وتكمل تغسل ما بقي ويكفي هذا. أما إذا كان الوقت طويلا ونشفت الأعضاء فلا بد من الاستئناف من جديد، لأن الموالاة شرط من شروط صحة الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: هل حديث اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين حديث صحيح؟ نعم، هذا وارد بعد الوضوء، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذا وارد صحيح. والمناسبة الجمع بين الطهارتين، الطهارة بالماء والطهارة بالشهادتين، هذا عن الحدث وهذا عن الشرك، هذا عن الحدث اللي هو الماء، وهذا عن الشرك الذي هو الشهادتان، فيجمع بين الطهارتين الحسية والمعنوية. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: هل صحيح أن شارب الخمر لا تقبل صلاته 40 يوما، وما هو حد الشارب، 80 جلدة أم 40؟ حد الشارب عند القاضي، أنت ما تبقى قاضي، لكن الذي عليه الجمهور وعمله الصحابة وأجمعوا عليه من عهد عمر أنه 80 جلدة، أنه 80 جلدة، استقر على هذا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وهذا من سنة الخلفاء الراشدين أنه يجلد 80 جلدة، وهو مشورة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى يجلد حد المفتري يعني القاذف، هذا عمل استقر عليه الصحابة ومن جاء بعده. نعم. وهل صحيح أن شارب الخمر لا تقبل صلاته 40 يوما؟ لا، هو الذي ورد أنه لا يدخل الجنة مدمن خمر، مداوم على الخمر الذي مات يداوم عليها لا يدخل الجنة، هذا من باب الوعيد لهم، ليس معناه أنه كافر وأنه مخلد في النار، لا، معناه أن هذا وعيد، قد يحرم من دخول الجنة أول وهلة ويعذب في النار ثم يدخل الجنة بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: هل الذهاب إلى أحد البلاد العربية للدراسة فيها مع العلم أن جامعات تلك البلاد مختلطة ولا تحكم بالكتاب والسنة، هل هذا الأمر جائز أم هو كمن يذهب إلى أحد الدول الأوروبية؟ الدراسة المختلطة لا تجوز حتى ولو كانت تحكم بالشريعة، ما دام أنهم يرون الاختلاط لا يجوز أن تدرس في المعاهد والكليات المختلطة، يعني هذا
من أسباب الفتنة وأسباب الشر، ابتعد عنها واطلب مكانا للدراسة ليس فيه اختلاط. نعم. أحسن الله إليكم. ما معنى قول الله جل وعلا أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ يا قولان والله أعلم. القول الأول ننقصها من أطرافها بموت العلماء، أن ذلك بموت العلماء وقبض العلماء. القول الثاني أن المراد والله أعلم الفتوحات، لأن الإسلام أخذ ينتشر وأخذت البلاد كلها تدخل تحت حكم الإسلام. هذا من آيات الله عز وجل.